أعزائي المشاهدين، أحبائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. وبداية اسمحوا لي أن نقول الرحمة لأرواح شهدائنا والنصر لأهلنا في فلسطين المحتلة. أعزائي طلاب البكالوريا، سنعالج اليوم الدرس الثاني من كتاب البكالوريا للغة الروسية. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، اسمحوا لي أن أعرفكم على المدرسين معي من محافظة اللاذقية: المدرس أيهم غانم والآنسة غالينا خجتريان. دبايتو بجاستن الشيوم سوامي بجاستر مدام غالينا. Сегодня у нас урок склонения имен существительных с местоимениями, с прилагательными во множественном числе. إذن أعزائي الطلاب، في هذا اليوم سنعالج موضوع التغيرات التي تطرأ على الأسماء الموصوفة والضمائر بشكل عام، وأيضا الصفات في حالة الجمع. إذن في هذا الدرس فقط سنعالج حالة الجمع، كونكم في السنوات السابقة قد مر معكم في الحالة المفردة. وكما تعلمون في اللغة الروسية لا يوجد المثنى، فقط مفرد وجمع. اليوم سنعالج كيف تتغير نهايات الأسماء والضمائر والصفات في حالة الجمع في الحالات العربية الستة. دبايتو بجاستس رجعنا. Начнем урок отсюда. Именительный падеж. Мне нравятся иностранные языки, русские песни. Какие языки мне нравятся? Иностранные песни, русские. У нас языки песни в множественном числе в именительном падеже. Иностранные русские у нас здесь прилагательные в множественном числе в именительном падеже. Я знаю несколько иностранных языков русских песен. Несколько каких языков песен иностранных русских? У нас языков песен существительные в множественном числе в родительном падеже. Мадам Галина, давайте, пожалуйста, вот эта таблица, давайте не будем рассматривать ее всего сейчас, потому что будем конкретно и подробно объяснить, когда придет у нас падеж. Тогда начнем с давайте текста. Давайте сразу. Там есть у нас некоторые замечания насчет вот этих склонений. Давайте, пожалуйста, с вами, Стаза, давайте, пожалуйста. В множественном числе существительные мужского, среднего и женского рода имеют одинаковые окончания во всех падежах, кроме родительного. И хуна ملاحظات جدا مهمة عن صيغة الجمع للأسماء المذكرة المحايدة والجنس كرود المؤنثة التي تملك نفس النهايات، طبعا صيغة الجمع بكل الحالات ما عدا الحالة الرديت لمبدج. الملاحظة الثانية و множественном числе прилагательные мужского, среднего и женского рода имеют одинаковые окончания. هنا هذه الملاحظة عن الصفات في صيغة الجمع للمذكر المؤنث المحايد للأنواع المذكر والمؤنث والمحايد تملك نفس النهايات. في الصفحة التالية هنا سؤال شتو هنا سؤال حالة الإمينيتلني بادج. نجاوب وللصفات هذا شتو للأسماء، أما للصفات نسأل بككية جمع غير حي، ممكن أن يكون فينيتلني بادج وممكن أن يكون إمينيتلني بادج. هنا هذه الملاحظة شتو ممكن أن نسأل للفينيتلي بادج ونجاوب لي كمان البريلاجاتلني أو الصفات ككية للفينيتلي بادج أيضا، باعتبار أن الصفات بحالة الفينيتلي لا تتغير. أما للأسماء الغي الحية أدوشفلوني الحية نسأل عن ماهية الأشياء كفو عفوا، وللصفات ككيخ للصفات بحالة الفينيتلني وبحالة الإمينيتلني أيضا. إذا هنا النهايات نفس النهايات بحالة الإمينيتلني وحالة الفينيتلني للأسماء الحية أدوشفلوني. إذا أعزائي الطلاب، نلاحظ أن الحالات العربية في حالة الجمع للأجناس الثلاثة المذكرة والمؤنث والمحايدة تمتلك
تملك نفس النهاية باستثناء الحالة الاسمية وحالة المضاف إليه. الإضافة الرديئة في حالة الجمع للأجناس الثلاثة للصفات وللأسماء. إحدى الملاحظات الهامة عندما نصل إلى حالة المفعول به للجمع أو حتى المفرد، يجب أن نلفت الانتباه أن يكون إما أحياء وإما غير أحياء. فإذا كان الاسم غير حي فإنها تشابه بالإعراب الحالة الاسمية، وإن كان حيا فإنها تشابه بالإعراب حالة المضاف إليه الحالة الثانية من حالات الإعراب. وهنا أمثلة. دوايتي برادر جايتي بوجه أستاذ أيهم. В нашу страну приезжает много иностранных туристов. إذن هنا بعد много الكلمة много يأتي حالة родительный падеж جمع. إذن иностранных туристов. هنا نسأل каких туристов؟ نجاوب بإنстранных. المثال الثاني: في старом городе я часто вижу иностранных туристов. في старом городе في المدينة القديمة أنا غالبا أرى. من أرى؟ إذن هنا السؤال كفو иностранных туристов. السؤال عن صفات هنا بحالة الفينيتلني، الاسم والصفة بحالة الفينيتلني بعد الفعل فيديت. كيخ توريستوف؟ الجواب انسترانيخ. انسترانيخ. إذا أعزائي الطلاب نلاحظ في المثال الثاني: في ستارم غوردي تشاستا فيجو انسترانيخ توريستوف. إذا حالة مفعول به كما قلنا يجب أن ننتبه إذا كان أحياء أدوشفلوني إلي ني أدوشفلوني إلي غير أحياء. هنا لدينا توريستي أحياء وفي حالة الجمع، إذا تشابه في إعرابها حالة المضاف إليه. لاحظوا التشابه. نوغا نسترانيخ توريستف فيجو نسترانيخ توريستف. دفايتي بجاستا برادر جايمي سوامي استاذ زيان. دفايتي بجاستا. زنايش ليتي هل تعرف شتو في ميري في العالم سوشيستفويوت يوجد ات تريوخ من سلاس دا شستي تيسيتشي يزيكوف من 3000 إلى 6000 لغة. Знаешь ли ты, هل تعرف что русский язык, اللغة الروسية, знают, يعرفون اللغة الروسية 300 مليونов человек, 300 مليون شخص في العالم يعرفون اللغة الروسية. Спасибо вам. إذا أعزائي الطلاب معلومات لكم أنه يوجد في العالم من 3000 إلى 6000 لغة في العالم. اللغة الروسية الذين يتحدثون فيها يقارب 300 مليون شخص في العالم. Давайте продолжаем с вами, пожалуйста, прочитайте текст, выполни задание. Давайте, пожалуйста. Текст называется «Изучение иностранных языков». Иностранные языки изучают в школе, затем в высших учебных заведениях, на специальных языковых курсах. Иностранные языки у нас здесь существительное с именительным стоит в именительном падеже в множественном числе. Учительница Галина, пожалуйста. Только множественное. Давайте число. Будем рассматривать только которые в множественном числе. В высших учебных заведениях предложный падеж. И на это есть свои причины. Язык – это ключ, который открывает дверь в другую культуру. Здесь у нас множественного числа нет. Язык помогает понять душу народа, его историю и культуру тоже нет. Вы сможете посмотреть фильмы, читать книги и слушать песни без перевода в оригинале. У нас здесь винительный падеж, неодушевленные предметы. Знание иностранного языка пригодится вам для общения. У нас здесь иностранного языка в родительном падеже. На отдыхе за границей вы сможете сделать заказ в ресторане и спросить, как найти нужную улицу. Вы продолжайте, пожалуйста. Здесь нет. Вы получите возможность уехать в другую страну, учиться или работать. Слово «возможность» у нас обвинительный падеж. Вы сможете общаться в интернете с носителем языка и улучшать свои знания. Изучение иностранных языков делает людей умнее. Иностранных языков. У нас родительные платежи людей. Изучение винить. Чего? Языков. Есть существительные и прилагательные. Языков. Существительное, да. Иностранных прилагательное.
Многие дети изучают иностранные языки с раннего возраста. Многие дети у нас именительный падеж множественное число, иностранные языки у нас винительный падеж неодушевленные предметы множественное число. Это хорошая идея. Родители отправляют своих детей в языковые лагеря, своих детей в винительный падеж. И, конечно, طبعاً لاحقاً سنعالج موضوع أعراب الضمائر الملكية من أحد الضمائر المطاوعة الذي نسميه وزفراتني وتسوي يعرب كضمير موي سويخ ديتي ويعرب كأعراب الصفات طبعاً في اللغة الروسية تبعيتها من سويي ديتي سويخ ديتي существительный в множественном числе дети свои своих давайте пожалуйста продолжать В них ребята общаются с носителями языка и участвуют в иностранных экскурсиях. Носителями языка у нас, носителями языка творительный падеж, в иностранных экскурсиях предложенный падеж, все в множественном числе. Большой возможностью в изучении языков стал интернет, возможностью творительный падеж. Там есть бесплатные языковые курсы. Языковые курсы у нас именительный падеж. Для общения достаточно выучить 3000 слов. У нас число 3000 слов с существительным родительным падежем. Но главное правило в изучении языка – это повторение. У нас здесь пословица «повторение – мать учения». Так говорит русская пословица. Спасибо большое. هذا النص أعزائي الطلاب من أحد النصوص الهامة جدا والتي قد ترد في الامتحان وكيف رأينا كيف تعاملنا مع أعراب حالات الجمع للصفات والأسماء والضمائر الشخص وبعض الضمائر الشخصية ما أريد أن أنوه عليه هنا لأعراب أي اسم في اللغة الروسية في الحالة النظامية يجب تحديد النهاية تحديد جنس الاسم بداية ثم طبيعة نهاية هذا الاسم حسب جنسه فإذا كان مذكرا لدينا عدة نهايات مؤنثا لدينا عدة نهايات حتى ننطلق بالإعراب أو التغيرات الإعرابية على نهايات الأسماء أولا يجب أن نحدد جنس الاسم وطبيعة النهاية الذي انتهت به ثانيا لنعرب الصفات لكي نعرب الصفات يجب أن نحدد أساس الصفة الأساس هو الحرف الذي يسبق النهاية مباشرة والتي سنعالجها لاحقا في هذا الدرس إذا ينطلق الإعراب أولا من تحديد جنس الصفة تحديد جنس الاسم الصفة تلحق الاسم الموصوف نحدد أساس الصفة وعليه ننطلق كيف تتغير أو ما هي الإضافات التي يجب أن نضيفها في كل حالة إعرابية من الحالات الإعرابية الستة давайте продолжаем с вами пожалуйста с Азейхом давайте пожалуйста прочитай правильные предложения справ неправильные إذا أكتوب неверный نعم неправильный неправильный نيفيرني عفوا اقرأ الجمل الصحيحة وصحح الغير صحيح أو الخاطئ يزيك أستاذ أيهم هذا السؤال طبعا من أحد الأسئلة التي يرد أحد الأسئلة الامتحانية طريقة التعامل مع النص طبعا يأتي النص أسئلة جمل صحيحة كما وردت في النص ويجب أن نتقيد بتعليمات الصف النص حرفيا طبعا في حال كانت صحيحة يكتفي إشارة صح في حال كانت خطأ يجب تصحيحها بالكامل حسب ورودها في النص التصحيح يمكن أن تبديل كلمة أو زيادة كلمة أو تصحيحها كما وردت طبعا في معلومات النص حرفيا طبعا دون النظر صحيحة خاطئة بوجهة نظرنا ليس لنا أي علاقة كما طبعا وردت في النص يزيك إيتا كلوتش Он открывает дверь в другую культуру. هذه الجملة صحيحة. حسب ورودها في النص. حسب ورودها في النص طبعا. هنا يجب كتابة الجملة أو وضع إشارة صح. Родители отправляют детей на море. الوالدين يرسلون أولادهم الأولاد إلى البحر. هنا جملة خاطئة. يجب استبدال ناموري в языковый лагерь. إذن هذه الجملة خاطئة نضع لا كلمة خطأ لا تتناسب مع معلومات طبعاً النص طبعاً نص غير مطابقة في يزيكا في خلاجراخ ربياتا أبشايوسس نسيت لامي يزيكا هنا هذه الجملة صحيحة
في انترنت تانيات بسبلاتنخ يازيكوفيخ كورساف في الانترنت، لا يوجد دورات لغوية مجانية. هذه جملة خاطئة ويجب حذف كلمة نيات. إدلا أبشينيا نوجنا في وتشيت بتناسيتيش سلوف، يجب حفظ 15,000 كلمة، يجب استبدال 15,000 بتناسيتيش ب 3000 ب 3000 كلمة. بفتريني التكرار ما تؤتشينيا أم التعلم تاك جافاريت أرابسكا بسلوفيتسا، هذه جملة خاطئة، يجب استبدال أرابسكايا فقط، هذه الكلمة يجب استبدالها بروسكايا بسلوفيتسا. نو يست فرابسكم بخوجنات بسلوفيتسا. إذن أعزائي الطلاب، التعامل مع النص، يجب قراءة النص جيدا، فهمه جيدا عما يدور هذا النص، والإجابة على أسئلته حسب ورود ما ورد فيه من صحيح أو خطأ. Давайте с вами продолжаем, пожалуйста. Выучи русскую пословицу «Повторение – мать учения». Расскажи, о чем ты прочитал? Используй словосочетание «открывать дверь». Открывать дверь куда? В другую культуру. У нас в другую культуру словосочетание в винительном падеже. Иностранные языки, иностранные чего, изучение, фон иностранные языки, изучение чего, иностранных языков, родительный падеж, носители языка, общаться, носители языка тоже родительный падеж, множественный носители языка, общаться с кем, с носителями языка, творительный падеж. С кем чем? Языковые лагеря. Отправлять куда? В языковые лагеря. Винительный падеж. Спасибо вам. Изан Азай Талаб, уна тахаддас намма. Расскажи, о чем вы прочитал. Или ты прочитал. Амма тахаддас амма. Караэт мустахдиман аль-ибарат. Используй словосочетание. Открывать дверь. Открывать куда? Ма суал куда? حالة المفعول به كودا إذا كان الاسم مؤنسا والصفة التي تتبع الموصوف دروغويو كولتورو. لاحظوا النهايات في الحالة الاسمية دروغايا كولتورا. نستراني يزكي إزوتشيني تشيفو، نلاحظ في حالة الجمع صفة واسم موصوف كيف تتغير في حالة المضاف إليه، نضيف إلى نهاية الصفة في حالة الجمع إيخ إذا كانت النهاية قاسية، أوف للأسماء المذكرة المنتهية بأحد الأحرف القاسية. نسيت ليزكا حالة اسمية نسيت لجمع حاملي أو المتحدثي باللغة، يزكا متحدثي اللغات تشيفو كما رأينا حالة مضاف إليه الحالة الثانية. أبشاتسا التحاور التحادث الاتصال بمن، سكيم مع من، سكيم حالة الحالة الخامسة من الحالات العربية والتي كنا قد درسناها في السنوات السابقة. أبشات ساسكيم سنسيت المي يزيكا، لاحظوا سنسيت المي في حالة الحالة الآلية الحالة الخامسة، ضفنا يامي كون النهاية لينة، يزيكا حالة مفعول به مفردة، ضفنا آ إلى اسم المفرد نهاية الاسم المفرد المذكر. أتبرولات كودا الرسال إلى أين، حالة مفعول به في زكفري لاجريا كما تلاحظون حالة مفعول به يجب أن ندقق إذا كانت أشياء كودا لا تتغير على الإطلاق كودا، ونلاحظ أن الصفة والاسم الموصوف لا يتغيران أبدا، يبقيان كما هما في حالة الجمع. دواتي برادر جاهم سبامي فجاس أستاذ أيام. Прочитай еще одну русскую пословицу. اقرأ أيضا مثلا روسيا هذا المثل يزيك دا كييفا دا فيديوت، يعني اللغة حتى كييف توصلك. هذا المعنى مجازي طبعا. طبعا نعم. يسلي نيزنايش داروغو، إذا أنت لا تعرف اللغة لا تعرف الطريق سبراسي اسأل أو براخوجي، اسأل لدى المرة. إذن هنا لدينا الفعل بالأصل اتي ويخط ويخط يذهب ركوبا، هنا البريفيكس دا إذن يصل حتى
دا يخط يصل حتى ركوبا دا تشيفو هنا حالة رديت لنبادج دا تسنترا دا كييف كييفا دا غورادا. إذا أعزائي الطلاب نلاحظ أن لدينا الفعل الحركة ديتي ديتي مرتبط ارتباطا جذريا مع البريدلوك دو قولا واحدا ديتي دو الوصول إلى إلى حد أو حتى. إذا وصل وصلت إلى المتجر لم أدخل مكان. إليه بعد ديتي دو بعد البريدلوك دو دائما وأبدا لدينا حالة رديت لبديش حالة المضاف إليه. نلاحظ داتشيفو تسنترا تسنتر اسم مفرد مذكر في حالة مضاف إليه انتهى بحرف قاسي ر نضيف الحرف أ ديتي ديخد دات سنتر. давайте продолжаем с вами, пожалуйста, мадам Галина. Прочитаем диалоги. Пожалуйста. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как мне доехать до Красной Давайте площади? Давайте вместе с учителем. Давайте, Давайте, пожалуйста. Вы ответите мне, как доехать. Лучше всего на метро. Как отсюда дойти до станции метро? Прямо и налево. Итак, хивар бейна шахсейн. Скажите, пожалуйста, как мне доехать до Красной площади? قولوا من فضلكم كيف لي أن أصل إلى الساحة الحمراء؟ لوتشي فسيو نا مترو أفضل طريقة بواسطة المترو. كاك أتسودا ديتي دا ستانسي مترو كيف الوصول إلى من هنا إلى محطة المترو؟ برياما إي ناليو مباشرة وإلى اليسار. دوايتي برا درجايتي براس. Твоему однокласснику трудно изучать иностранный язык. Согласись с ним. Как трудно изучать чужой язык? Я с тобой согласен. Согласна. В женском роде согласна. Можно ответить это так или ответить ты прав. Ты прав. إذن كما نلاحظ أعزائي الطلاب هنا في أحد الدروس القادمة سنعالج الصفات التي تسمى الصفات القصيرة والتي تلعب دور الخبر في الجملة كما تشاهدون. وتسمى الصفات القصيرة يا سغلاسن إنها الصفة القصيرة من الصفة سغلاسني براف توجي برافي توجي من الصفات القصيرة سنعالجها في دروس لاحقة. يا سغلاسن والصفة القصيرة يجب أن نعلم معلومة مهمة جدا. أولا لا تعرب. ثانيا أنها تتبع الاسم الموصوف من حيث الجنس والعدد أي أنها مفردا أو جمعا مذكراً مؤنساً أو محايداً. давайте, пожалуйста, продолжайте. У нас здесь глагол учиться с вопросом где. Учиться где? В школе, в 12 классе, в университете, на первом курсе, на курсах русского языка. В школе у нас предложный падеж, единственное число существительное. В 12 классе, в 12 у нас идет уже числительное. В предложном падеже, в классе тоже в предложном падеже, единственном числе, в университете, на первом курсе. Все у нас здесь у нас прилагательные и существительные стоят в предложном падежах. На курсах русского языка. Здесь уже в курсах множественное число. Спасибо большое вам. Итак, уважаемые طلاب, على ما أظن بعض الطلاب الكثيرين يخطئون مع التعامل مع الفعل учиться, изучать. أوتشيت يجب أن نعلم أن الفعل أوتشيتسا دائما ليس دائما في أغلب حالاته مع يجيب مع السؤال على السؤال كدي كدي تي أوتشيتسا في الشكولة بحالة ونجيب بحالة الجار والمجرور. ويمكن أن نسأل نلاحظ السؤال بالفعل أوتشيتسا عندما يكون هناك خيار ما بين هل تعمل أو تدرس كذلك نستخدم هذا الفعل تي أوتشيتسا إلي رابوتايش. إذن حتى لا يقع أحد من الطلاب بالخطأ إذن أوتشيتسا أولا في حالة الجار والمجرور مع السؤال كدي اثنين خيار ما بين رابوتات أوتشيتسا. الفعل إزوتشات يدرس يتعلم يأخذ حالة المفعول به ماذا ويكون قد يتعلم مادة بحد بكاملها بينما الفعل أوتشيت نرجو من الطلاب أن يترجموها أذاكر أو أحفظ يحفظ أفضل. أحفظ أو أذاكر. أنا اليوم أذاكر دروس الرياضيات أنا اليوم أذاكر
في خلاف عن أني أدرس مادة الرياضيات. عندما أقول أدرس مادة الرياضيات أستخدم الفعل إزوتشات، بينما اليوم أذاكر درس الرياضيات أستخدم الفعل أوتشيت. اليوم أحفظ كلمات جديدة، يا أوتشو نوفي سلافا، حتى لا يقع أي طالب في الخطأ. Давайте, продолжайте, пожалуйста. У нас глагол говорить, читать, писать. Как? На каком языке? По-русски, на русском языке. У нас здесь наречие по-русски. إذن لهذه الأفعال الثلاثة تتحدث يتحدث читать يقرأ بيسات يكتب نلاحظ أنه يمكن استخدامه مع بعض الحالات العربية منها كاك كيف تتحدث بالروسية نجيب بالظرف باروسكي باروسكي خرشو ممكن أن نجيب بظرف читать как ты читаешь по-арабски как ты пишешь по-русски ممكن أن نجاوب بظرف خرشو وإذا كان السؤال на каком языке إذن يجب أن نجاوب في حالة البريدلوجني باديش ناروسكم يزيكي. ملاحظة صغيرة فقط عندما مر معنا الفعل أوتشيتسا أن هناك أن بيرفام كورسي بيلتام ندفيناتستام كورسي هذه من الصفات الترتيبية أو الأعداد الترتيبية التي تعرب تشتق من الأرقام من الأعداد طبعا العدد أدين العدد الترتيبي بيروي وهو يختلف عنه من حيث الجذر أدين بيروي لاحظوا كيف اختلف جذر الكلمة ولكن تشتق الأعداد الترتيبية من الأعداد الكمية وتعرب أعراب الصفات لاحظوا في ترينات ستم كما نضع في نهاية الصفات في حالة الجار والمجرور دوايت سوام بجاستا بردجاي مستر بيهم بجاستا أبرجنين نومر بيات فيبري نوجني فريانت إذن من أحد الأسئلة المهمة جدا أيضا في الامتحان فيبري نوجني فاريانت اختر الجواب الصحيح اختر الخيار الصحيح طبعا في الصفحة التالية لدينا مجموعة خيارات ثلاثة خيارات هي روسكي يزيك باروسكي وروسكي السؤال الأول في إزوتشايتي نضع هنا روسكي يزيك في أوميتي تشيتات باروسكي إذن هنا الفعل إزوتشات بعده حال فينيتلي بادج وهنا روسكي يزيك أما في أوميت تشيتات غفريت تشيتات وابسات باروسكي كاك باروسكي السؤال الثاني هنا لدينا الخيارات الثلاثة أوتشيت أوتشيتسا إزوتشات زينة زينة فراغ أوتشيتسا учится в 12 классе. إذن هنا الفعل учится مرافق لحالة البريدلوجني. ماريا изучает медицину تتعلم الطب. إذن كمان هنا لدينا حالة فينيتلي بادج مع الفعل изучает ومع الفعل учит أما الفعل учится مرافق لحالة البريدلوجني. каждый день كل يوم يزن учит новые слова يحفظ كلمات جديدة حال دفنيتني ني أدشوفلوني غير حي إذا لا تتغير твой брат учится или работает هنا الملاحظة الفعل учится مع الفعل خيار مع الفعل работает نختار يدرس في مكان في مؤسسة تعليمية أم هو يعمل Спасибо вам большое. Спасибо большое. Давайте, пожалуйста, с вами учительница Галина. Упражнение. Шестое упражнение. Упражнение Давай. Номер шесть. Прочитай глаголы и существительные одинаковым корнем. У нас глаголы, как знаем, отвечают на вопросы, что делать и что сделать, а существительные что. У нас здесь глаголы и существительные составлены из одного и того же корня. Учить. Глагол «что делать?» Учение у нас уже идет существительное «что?» Изучать. Что делать? Изучать. И «что?» Изучение у нас здесь корень «уч». «Уч», как в первом примере. Общаться. Что делать? Общаться. И «что?» Общение. У нас в обоих случаях корень «общ». Повторять. Повторение. Повторять. У нас здесь идет глагол. А повторение существительное. Спасибо большое вам. إذن أعزائي الطلاب يجب أن ننتبه هنا إلى ملاحظة وهي جذر الكلمة ويمر معنا أحيانا أساس الكلمة. الأساس متغير ما بين الصفة والاسم والفعل
والظرف احيانا. للصفه جذر يختلف عن جذرها في الاسم، عفوا كاساس، اساس الصفه يختلف عن اساس الفعل في الحاضر في الماضي في كذا. اذا الاساس للفعل اساس في الماضي يختلف عن اساسه في الحاضر، بينما جذر الكلمه هي تركيبه الاحرف، هي التراكيب اللفظيه، هي مجموعه الاحرف التي تبقى ثابته او مشتركه ما بين الفعل والاسم والصفه وهكذا. اذا هذا ما نسميه جذر الكلمه. لاحظوا، لاحظوا، اوتش اوتش، ايزوتشات اوتش، ايزوتشيني اوتش، ابشاتسا ابشيني، بفتريات بفتريني. اذا لاحظوا الاجزاء، التركيب اللفظي الذي بيحافظ على نفسه، هذا ما نسميه جذر الكلمه. دبايتي بوجاسا продолжайте. Переведите на родной язык эту пословицу. Учение свет, а не учение тьма. Свет и тьма у нас здесь идут антонимы. عكوس في اللغة العربية. Антонимы. Свет, الضوء, тьма, العتمة. إن التعلم هو النور وعدم التعلم هو الظلام أو الجهل ظلام. هذه بس هذا المثل شبيه جدا بالمثل العربي، العلم نور والجهل ظلام. Давайте, пожалуйста. Упражнение номер 7. Напиши нужную форму глагола в настоящем времени. У нас здесь глаголы в скобках в инфинитиве. Должны мы ставить их в нужной форме, смотря какой у нас здесь домир идет. Я учить уроки. Я что делаю? Я учу уроки. Сирийские школьники изучать русский язык. У нас сирийские школьники – это местоимение «они». Мы знаем, что «они изучать» берут окончание «изучают русский язык». Мы общаться с русскими школьниками. Мы что делаем? Мы общаемся с русскими школьниками. Он говорит, повторять новые слова. Он что делает? Он повторяет новые слова. بسيبها شوفهم. إذا أعزائي الطلاب، مرة معنا في الدرس الأول كيف يتم إسناد الفعل في اللغة الروسية إلى الضمائر الشخصية، كيف، ما هي التغيرات التي تطرأ على الفعل. إذا أول خطوة في تصريف الأفعال، يجب أن أحدد إلى أي مجموعة ينتهي أو ينتمي هذا الفعل، المجموعة الأولى للتصريف أم المجموعة الثانية للتصريف. نلاحظ، والذي يحدد في غالب الأمر هو الحرف إي الذي نسميه اللاحقة الفعلية التي تسبق تيم يحكزناك اللاحقة الفعلية التي ليس لها معنى. نلاحظ الفعل أوتشيت، إذا أردنا أن نصرفه في الحاضر وكما ورد معنا في الدرس الأول، إذا نحدد أساس الفعل، أساس الفعل إذا كان التصريف ينتمي إلى المجموعة الثانية يكون قبل الحرف الصوتي. جواريت جبار، أوتشيت أوتش. ونلاحظ ماذا يجب من أن نضيف مع الضمير، يا إما يو وإما أو. نلاحظ الحرف تشي لا يقبل قولا واحدا الحرف يو، لذلك نضيف الحرف أو، يا أو تشو. ننتقل للفعل الثاني إزوتشات، نلاحظ آ قبل تيم يحكزناك، إذن ينتمي إلى المجموعة الأولى. إذن أساس الفعل في الحاضر للتصريف في الحاضر بعد الحرف الصوتي إزوتشا، ونضيف مع سيريسكي شكولنيكي أني، يتناسب بيوت النهاية أني إزوتشايت، مي إزوتشايم، أون إزوتشايت، وهكذا. أبشاتسا تاكجي، نلاحظ أنها تنتمي إلى التصريف الأول، ونضيف النهاية ما يتناسب مع الضمير مي. ونلاحظ مي أبشايم انتهت بحرف ساكن، نضيف سا مباشرة. بفتريات تاكجي تنتمي إلى التصريف الأول كونها يا قبل تي ميحكزناك، إذا يا بفترياو تي بفتريايش، وهكذا. давайте продолжайте пожалуйста. У нас уже идет прочитай основные значения именительного падежа. Основные значения именительного падежа — это вопросы, на которых отвечает именительный падеж. هنا أعزائي الطلاب، يجب الانتباه جدا إلى هذه المعاني الأساسية وحفظها جيدا، ومن الدروس الهامة جدا هي الحالات العربية الستة التي غالبية الأسئلة قد تأتي من خلال هذه الحالات العربية الستة.
Давайте, пожалуйста. Кто это? Вопрос. Кто это? Это Иван. У нас имя Иван, слово Иван стоит в именительном падеже. Что это? Это книга. Существительная книга стоит в именительном падеже. У нас здесь все в единственном числе. А это что? А это ручка. Ручка тоже в именительном падеже. Он студент. Слово студент в именительном падеже. Кто он? Он сириец. Он студент. Отец врач. Студент, сириец, отец врач. Все существительные стоят в именительном падеже в единственном числе. Что у тебя есть? Мы знаем, что если в предложении слово «есть», в любом времени будет в прошедшем времени «был», в настоящем «есть» или в будущем «будет», то существительное после него стоит в именительном падеже. Как у нас здесь? Что у тебя есть? У меня есть компьютер. Компьютер – существительное в именительном падеже. Что есть в классе? В классе есть доска. Тоже у нас здесь присутствует слово «есть». Доска в именительном падеже. Что тебе нравится? Слово «нравится» после него у нас всегда существительное в именительном падеже. Мне нравится спорт. У нас здесь спорт в именительном падеже. Какое сегодня число? Сегодня 14 ноября. 14 ноября у нас в именительном падеже. Нет, слово только 14, извините. 14 в именительном падеже. Спасибо большое вам. Из-за наазай туллаб, аль-хала аль-арабия аль-уля, вахи аль-хала аль-исмия. الحالة الاسمية التي تجيب على الأسئلة كتو إيتا من هذا هذا فلان شتو إيتا ما هذا لغير الأحياء إيتا شتو التي تفيد التضاد أحيانا هذا كذا ولكن هذا كذا كتو أون عندما نشاهد السؤال كتو أون من هو من هذا هذا أوتشيتل أيهم كتو أون أون أوتشيتل أون فراتش Что у тебя есть? Есть. Ну, لاحظ أن هنا لدينا حالتين عربيتين. الأولى تقع في الحالة الاسمية والأخرى سنعالجها مع حالة العربية التي ستمر معنا في الدرس الثالث حالة المضاف إليه. У кого есть что? У кого есть кто? Что есть в классе? ماذا يوجد في الصف? أيضا تأتي في الحالة الاسمية. Что тебе нравится? الفعل الرابطسة كما نلاحظ أيضا لدينا حالتين عربيتين حالة ذات النبديش والحالة الاسمية وتذكروا دائما أن الفعل الرابطسة يصرف مع الاسم الذي يرد في الحالة الاسمية تذكروا هذه الحالة تبير رابطسة تو تبير رابطسة شتو يصرف دائما مع الذي يأتي في الحالة الاسمية كاكوي تشسلو نسأل هذا السؤال لنستفسر عن تاريخ اليوم من أيام الشهر نلاحظ يجب أن نجاوب اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم الأول إذن يجب أن نجيب بعدد ترتيبي ككوي تشسلو وكأنه صفة لكلمة تشسلو محايدة لاحظوا بيروي تشسلو العدد الأول أتشيفو تشيفو بيروي تشسلو ينفريا بيروي ينفريا ينفريات طبعا أتت في حالة المضاف اليوم الأول أو العدد الأول من شهر ينفر شهر كانون الثاني давайте пожалуйста с вами учитель Аян пожалуйста إمنا существительные الأسماء الموصوفة بالنسبة لجمع الأسماء الموصوفة إمنيتلني بديج множественное число إذن صيغة الجمع للأسماء بالحالة الاسمية والأكنشاني النهاية إذن نحن نعرف قاعدة الجمع الأسماء الموصوفة بالحالة الإسمية يتم جمع الأسماء المذكرة بداية نبدأ بالأسماء المذكرة الأسماء المنتهية بحرف ساكن دائما نضيف حرف التصريف إذن نضيف إي على سبيل المثال مجازين مجازيني وإلا إذا كان لدينا أحرف الأحرف السبعة بارك باركي الأحرف السبعة هنا حرف الكا
بالإضافة إلى الأسماء المنتهية بالإي كرات كي ولم يحكز هناك مذكرة تجمع باستبدالها بحرف الإي، وأيضا هناك حالات شاذة. أما بالأسماء جينس كيرود أو الأسماء المؤنثة المنتهية بآ تجمع باستبدال الآ بإي، مشينا مشيني شكولا شكولي. أما الأسماء المنتهية قبلا بالأحرف السبعة روتشكا روتشكا روتشكي ديفوشكا ديفوشكي، أيضا الأسماء المنتهية بيا تجمع باستبدالها بالياء بحرف الإي، وأيضا الأسماء المنتهية بعلامة التخفيف لم يحكزناك مؤنثة نجمعها باستبدالها بحرف الإي أيضا. أما الأسماء المحايدة المنتهية بأو تجمع باستبدالها بحرف الآ، والأسماء المنتهية بي تجمع باستبدالها بحرف الياء. ويوجد حالات خاصة سترد معنا في أعزائي الطلاب، كما قال الأستاذ أيهم، لجمع الأسماء المفردة أول خطوة يجب أن نقوم بها هي تحديد نهاية الاسم وجنسه. حددنا جنس الاسم المذكر، يجب أن نحدد طبيعة النهاية. لدينا عدة نهايات للاسم المذكر: الحرف الساكن إي كرات كي ميحكزناك. الحروف الساكنة أيضا تقسم إلى مجموعات، نستثني منها الأحرف السبعة كا جي خا جي تشي شا شا. هذه الأحرف لا تقبل حرف إي مطلقا. الشكل العام للجمع أن نضيف الحرف إي، ولكن مع هذه الأحرف السبعة إذا انتهى بحرف ساكن قاسي كما قلنا نضيف إي باستثناء هذه الأحرف السبعة. إذا انتهى الاسم المفرد المذكر بإي كراتكي إلي ميحكزنك عندها إذا تستبدل بالحرف إي لاشتقاق الجمع منه. في حالات المؤنث إذا انتهى الاسم المؤنث نلاحظ أن نهايات الأسماء المؤنثة في الحالة المفردة الاسمية إما آ إما يا إما إيا إما ميحكزنك. إذا انتهى بآ يجب أن نتعامل مع الحرف الذي يسبق الآ ونعاملها معاملة المذكر. مثلا ديوشكا نلاحظ قبل الآ كا، إذا نضيف إي لأن الكا لا يقبل إي مطلقا. سترانا ستراني إن تقبل إي لذلك جمعناها بإي. إذا انتهى حرف الاسم المؤنث بيا تستبدل بإي، إذا انتهى بميحكزناك تستبدل بإي، إيا تستبدل بإي. إذا للتعامل مع أي حالة جمع أو حالة إعرابية مع الأسماء يجب أن نحدد النهايات وطبيعتها ثم ننطلق إلى الخطوة التالية. مع الأسماء المحايدة أكنو أوكنا انتهى بأو إذن يقلب إلى أ، انتهى بي موري ماريا زداني إيه إيا. ولدينا طبعا مجموعة من الحالات التي إذا مرت في حينها ننوه عليها في حالة شذت عن هذه القاعدة. Нам, давайте, пожалуйста, продолжаем с вами, пожалуйста. Упражнение номер 11. Образуйте формы множественного числа. Существительное женского и мужского с основой на твердой согласной. У нас здесь существительное, у которых твердая основа. Это магазин. Магазин N твердая основа. У нас будет множественное число. Это магазины. لاحظوا أعزائي كما قلنا مجازين اسم مفرد مذكر انتهى بحرف قاسي مضيف مباشرة اي. صفرة جنسكي رود انتهى بآ نتعامل مع الحرف الذي قبلها آر حرف قاسي نضيف اي. برضو جايتي بلاس это цена женском роде снимаем букву А и добавляем букву И цены это цены это столица женском роде снимаем букву А добавляем букву И это столицы. Это страна. Страна у нас тоже с окончанием А, значит, в женском роде стоит. Снимаем букву А и будет страны. Страны. Это билет. У нас билет в мужском роде будет. Это билеты. Это стол. Это столы. Тоже мужской род. الانتقال النبرة من حرف إلى حرف آخر وهذه أحد ميزات اللغة الروسية. ستول. ستالي. ستالي. إذا نلاحظ هذه الأسماء التي تنتهي بحرف قاسي نهاية قاسية. نعم. существительное женского и мужского рода с основой на мягкой согласной и на их. Это песня. Буква N у нас мягкая основа. إذا النهايات اللينة
والتي تنتهي أيضا بحرف الساكن إي كراتكا. تذكروا إنه الحرف إي كراتكا هو حرف ساكن. نعم. Эта песня N у нас мягкая согласная и окончание слова я, я у нас меняется на и. Это песни. Это цель. Мягкий знак снимается, вместо ставим букву и. Это цели. Это музей. У нас и краткое вычеркиваем и ставим букву и. Это музеи. Это герой. То же самое. Это герои. Это конь. Это кони. Мягкий знак у нас удаляется, ставится буква и. Это традиция. Традиция. Я букву снимаем и ставим букву и. Это традиции. Спасибо большое вам. Продолжайте, пожалуйста. Существительные женского и мужского рода на лети тентахи белька, ге, ха, ша, же, ша, че, ва, аша. Алахруф السبعة. إذن طبعا نعتذر لضيق الوقت، انتهى الوقت، وعلى أمل أن نلتقي معكم مرة أخرى. نشكر لكم متابعتكم لنا، ونشكر المدرسين، ونشكر كل الطاقم التربوي السوري بالكامل. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء في مرة أخرى.